السلام عليكم شباب تالتة ثانوي. احنا النهاردة ان شاء الله كده يا جماعة عايزين نعمل سامري ملخص سريع قوي على الايكويجن اوف بلين تشابتر 2 في السوليد جيومتري. نقول كده مع بعض الاول بداية سريعة عن الرولز، بعدين نحل مع بعض شوية اسئلة من المعاصر ان شاء الله. بداية كده يا جماعة عايزين نفتكر الايكويجن اوف ستريت لاين. الاول كان عندنا كذا فورم للايكويجن اوف ستريت لاين. اول فورم كان اسمها فيكتور فورم اوف ايكويجن اوف ستريت لاين، ار ايكوالز اي بلس تي دي. يعني حضرتك محتاج بوينت على الستريت لاين ودايركشن فيكتور ليه تكتب الايكويجن. تاني شكل كان اسمه البارامتريك فورم، بنجيب اكس وواي وزد بدلاله التي ان ترمز اوف تي، اكس ايكوالز اكس 1 بلس تي اي، واي ايكوالز واي 1 بلس تي بي، زد ايكوالز زد 1 بلس تي سي. طبعا ال x1 وال y1 وال z1 given point اللي هي ال a، اما ال r vector هو ال point any point on the straight line x و y و z. ال a وال b وال c دول ال direction ratios اللي هم جوه ال direction vector. طب اخر شكل كان اسمه ال cartesian form، بنخلي t subject لوحدها في التلاتة ونساويهم ببعض، بقت x minus x1 over a the same as y minus y1 over b equal z minus z1 over c. ده يا شباب كان الايكويجن اوف ستريت لاين. بعد كده دخلنا خدنا ايكويجن اوف بلين، كانت عباره عن فيكتور فورم. كنا بنقول ان دوت ار ايكوال ان دوت اي، الان ده النورمال دايركشن فيكتور تو ذا بلين اللي بيربنديكولار عليه، الار اني بوينت اون ذا بلين، الاي جيفن بوينت اون ذا بلين بيكون مديهالي. ده الفيكتور فورم of equation of plane. بعدين فكناها طلع لنا الـ standard form of equation of plane، a x minus x1 plus b y minus y1 plus c في z minus z1 equal 0. بعدين جبنا الـ general form of equation of plane لما فكنا الـ brackets دي، فبقيت a x plus b y plus c z. طبعا المفروض نقول minus ax1 minus by1 minus cz1 سميناها دي، كل ده equal 0. الدي تعتبر هي negative n dot a، لما بتدخل جوه بتبقى negative n dot a. من ضمن equation plane يا جماعة لو اداني ال intercepted parts from the axes، بنقول x over x1 plus y over y1 plus z over z1 equals 1. ال x1 وال y1 وال z1 ال intercepted parts from the coordinate axes x axis y axis and z axis، ولازم تبقى دي equal 1. لو ال equation دي عندك ومديهالك ب 1 وطلب منك فوليوم البيراميد او السوليد اللي بيتعمل بين ال 3 parts دول مع ال origin point، بنقول 1 over 6 absolute value x1 y1 and z1. طب افرض يا مستر دي مش 1، افرض دي مثلا 10، اعمل الايكويجن كلها ديفايدد 10، لازم اوصلها للشكل ده. الجزء اللي بعديه يا جماعه سريعا كده، بدانا ندرس الانجل بتوين تو ستريت لاينز او لاين وبلين او بلين وبلين. الانجل بتوين تو ستريت لاينز كنا بنقول كوزاين ثيتا ايكوالز ابسولوت فاليو. طبعا يا جماعه الاي دي بتاع الستريت لاين هو الدايركشن فيكتور، اما الاي دي بتاع البلين هو النورمال دايركشن فيكتور اللي هو الان. لو تو ستريت لاينز كنا بنقول ابسولوت فاليو دي 1 دوت دي 2 اوفر نورم دي 1 نورم دي 2. اما الانجل بتوين ستريت لاين اند بلين كنا بنقول، لو الناس تفتكر معانا، كوزاين ثيتا ايكوال ابسولوت فاليو دي دوت ان عشان في بلين اوفر نورم دي نورم ان. بس ساعتها يا جماعه الانجل اللي كانت بتطلع، يعني ادي البلين اهو وفي لاين كده، الانجل اللي بتطلع هي الانجل اللي بتوين اللاين والنورمال. فاحنا كنا عايزين اللي بتوين اللاين والبلين، فكنا بنعمل الرقم اللي طلع 90 ماينس ثيتا يديني الالفا او الانجل اللي انا محتاجها. عشان كده يا جماعه لو الانجل دي مثلا ثيتا اسمها كوزاين ثيتا، بتكون هي ساين الفا،
عشان الاتنين كومبلمنتري. ال 90 ماينس بتخلي الساين قد الكوزاين. اما لو قال لي الانجل بتوين تو بلينز هتبقى هي هي بس باستخدام طبعا ايه يا شباب؟ ال ان 1 وال ان 2. تبقى كوزاين ثيتا ايكوالز ابسوليوت ان 1 دوت ان 2 اوفر نورم ان 1 نورم ان 2 علشان الاي دي بتاع البلين بيكون ال ان. طب مع بعض كده ننقي كام سؤال من المعاصر نحلهم مع بعض. نبدا كده تسخين بس في البدايه. ذا ايكويجن اوف ذا بلين اكس واي از، طبعا ايكويجن اكس بلين اكس واي يبقى اكيد يا مستر زد بزيرو، فيبقى الايكويجن او الشيء المميز في بلين اكس واي ان زد ايكوال زيرو. ذا نورمال دايركشن فيكتور اوف ذا بلين نيجاتيف 2 اكس ماينس 4 واي بلس زد ماينس 15 ايكوال زيرو. طبعا يا جماعه هو جايبها لي على شكل الجنرال فورم دي، فكده ده الاي وده البي والسي كانها 1، هو ده الان هو ده الدايركشن فيكتور، تبقى الانسر نيجاتيف 2 ونيجاتيف 4 و1. كويستشن 3 جاي بيقول لي اف 5 ونيجاتيف 1 و2 دوت ار ايكوال 0 از ذا فيكتور فورم اوف ذا ايكويشن اوف ذا بلين باس ثرو ذا اوريجين بوينت ذن ذا جنرال فورم از. هنبدا يا جماعه حتى كان الار اكس واي وزد وبنفكها دوت برودكت x تايم x بلس y تايم y بلس z تايم z، هتبقى 5x ماينس y بلس 2z. هو قال الاوريجن بوينت يبقى ما فيش دي اصلا، يبقى يا مستر الاجابه ايكوال 0 اللي هي b. 5x ماينس y بلس 2z ايكوال 0. طب كمان واحده في الحته دي، if 3x ماينس 5y ماينس 4z ماينس 27 ايكوال 0 هي الجنرال فورم بتاعت الايكويجن اوف بلين. هو عايز الفيكتور فورم. طيب جميل جدا، الفيكتور فورم كان بيقول ان ان دوت ار ايكوال ان دوت اي، واحنا اتفقنا ان دوت اي اللي هو كانها النيجاتيف دي. طب هو هنا كاتبها لي بالشكل الجنرال، عايزها فيكتور الان 3 ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 4 دوت ار، يبقى يا مستر يا اما الاولى يا اما الثانيه، 3 ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 4 دوت ار، المفروض كل ده ايكوال ان دوت اي. طب يا مستر هنا النيجاتيف دي او الدي اسمها النيجاتيف ان دوت اي، لما تطلع بره تبقى ان دوت اي، فتبقى الانسر 3 ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 4 دوت ار ايكوالز 27. عشان يا شباب في الجنرال فورم الان دوت اي بيبقى كانها دخلت جوه بالماينس، فانت بترجعها مكانها تاني بعكس الساين. طب جميل، كويستشن 5 جايين بنقول يا شباب the equation of the plane passing through the point 1 negative 2 5 والفيكتور 2 1 3 is perpendicular to it، يبقى ده ال n يا جماعه، ده ال a وده ال b وده ال c، وواضح ان الراجل كاتبها general form. يبقى يلا نقول ax يعني 2x plus by plus cz، المفروض نقول plus d equal 0. طب يا مستر احنا دلوقتي هنجيب ال d منين؟ الراجل جه قال لحضرتك ايه؟ قال لك ان الفيكتور ده بيربنديكولار على البلين والايكويجن بتاعتي باسنج ثرو البوينت دي. طب يا مستر مش الدي ايكوال نيجاتيف ان دوت اي؟ فانت هتيجي تقول لي الان 2 و1 و3 دوت الاي 1 ونيجاتيف 2 و5، لو عملنا دوت يا جماعه تبقى 2 1 في نيجاتيف 2 بنيجاتيف 2 بلس 15، هتقوم طالعه لي 15، بس طبعا في نيجاتيف اللي هي نيجاتيف ان دوت اي، المفروض اقول نيجاتيف 15 ايكوال 0. هو طلع ال 15 بره فبقت الاجابه ايكوال 15 اللي هي بي. كويستشن 6 ذا بوينت 2 نيجاتيف 1 3 لايز اون ذا بلين مين في دول؟ يعني انهي بلين البوينت دي موجوده جواه؟ اسهل حاجه هنا يا جماعه عشان ما اضيعش وقت انا ممكن اجرب التشويسز على طول، هتلاقيها على طول تشويس سي. ليه يا مستر؟ حط كده الاكس ب 2 3 تايم 2 بقت 6، حط الواي بنيجاتيف 1 نيجاتيف 2 باي نيجاتيف 1 ببوزيتيف 2، حط زد ب 3 4 تايم 3 ب 12، فعلا 6 بلس 2 بلس 12 اداتك 20. ما هو لازم يا جماعه ما دام البوينت على البلين يبقى بتساتسفاي الايكويجن بتاعتها. كويستشن 7 Which of the following points belongs to the plane 2x plus 3y minus z equal 5؟ برضه هنعمل تجربه للتشويسز دي اسرع حاجه،
هتطلع هي C. نجرب كده 2 باي 0 اداني 0 بلس 3 تايم 2 اداني 6 ماينس زد اللي هي 1 فعلا 6 ماينس 1 ايكوال 5. كويستشن 8 بيقول لي ان البوينت A والبوينت B لاي اون ذا بلين ده، هات لي K بلس M. احنا اتفقنا يا جماعه لما يقول لي ان البوينت على البلين يبقى بتساتسفاي اتس ايكويجن، يبقى نعمل ريبليس مره بالA ومره بالB. لو جربنا بالA حط كده الاكس ب1 والواي ب0 والزد ب0 هيروحوا، بقى 1 باي كي اللي هي كي بلس 2 ايكوال 0 ماشيه هناك، بقت الكي بنيجاتيف 2. طب نعوض مره بالB، هتحط الاكس ب0 يبقى راحت، الواي ب1 والزد ب1 بقت 1 بلس 1 ام يعني 1 بلس ام، مشي 2 بقت ايكوال نيجاتيف 2. ال1 الناحيه الثانيه تطلع الام نيجاتيف 2 ماينس 1 بنيجاتيف 3. هو عايزك تعمل K بلس M، هتقوم انت حضرتك عامل لي نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 3، سو ذا انسر از نيجاتيف 5. خلينا ماشيين كده بسرعة شوية. The direction cosines of the normal to the plane 3x plus 4y plus z equal 1. طبعا يا جماعة النورمال هنا هو 3 و 4 و 1، ده النورمال direction vector. هو عايز الدايركشن كوزاينز اللي هم يا شباب اليونت فيكتور. طب علشان كنا بنجيب اليونت فيكتور لاي فيكتور، يعني ده يا جماعه الان اهو، هو عايز اليونت فيكتور الخطوه الواحده، فكنا بنقول بوزيتيف نيجاتيف الفيكتور نفسه اللي هو 3 و4 و1 اوفر نورمال فيكتور سكوير روت 3 سكوير بلس 4 سكوير بلس 1 سكوير، يطلع روت 26. يبقى الانسر الصح هو C، 3 over root 26, 4 over root 26, 1 over root 26 و positive أو negative عشان النورمال يا إما لفوق يا إما لتحت. The equation of the plane which is parallel to the plane YZ and passes through the point 1 و 3 و 5. احنا متفقين يا جماعة plane parallel لل YZ plane، فنقول X equal ال point اللي معدي عليها، هنا ال X ب 1 فتبقى الانسر X equal 1. اه يا مستر، يعني لو كان قال لي parallel للاكس زد يبقى كنا نقول y equal 3. اه بالظبط. question 11 the equation of the plane which parallel اهو to x y، فالمفروض تبقى z equal البوينت اللي معدي عليها، هو قال z 1 و 3 و 5 is z 5، يبقى الانسر z equal 5. question 12 احنا بنجرب بسرعة يا جماعة اسئلة سهلة. the equation of the plane passing through the origin point and parallel to the plane 3x minus 4y plus 5z minus 6 equal 0. طيب يا شباب ما دام عندي plane parallel للبلين اقدر اقول يبقى عندهم نفس النورمال دايركشن فيكتور اللي هو هنا 3 ونيجاتيف 4 و5، فتبقى 3x minus 4y plus 5z. parallel يبقى دي مختلفه عن الدي. طيب هو قال يا مستر passing through the origin point، كلنا عارفين بسرعة كده لو passing through the origin point أكيد يبقى الـ d بزيرو عشان هنعمل n dot a، الـ a اللي هي 0 0 0 dot أي فيكتور تطلع برضو زيرو، يبقى الأنسر الصح أنسر a 3x minus 4y plus 5z equal 0. question 13 2y plus 3 equal 0 is an equation of a plane a. بص يا باشا هنا عندك الاكس والزد بزيرو، يعني من هنا تقدر تجيب لي ان الواي ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 2. طب ما دام واي ايكوال لسه قايلين يبقى بلين بارالل لاكس زد بلين. طيب حلو قوي، لو الراجل كان قايل لك الاكس بس هي اللي بزيرو كنت تقول بارالل لاكس اكسس. طب لو قال لي الاكس بزيرو والدي بزيرو يبقى البلين كونتينز اكس اكسس. طب question 14 the plane is determined by three distinct non-collinear points. اه طبعا صح، لو عندي ثلاثة non-collinear اكيد اقدر احدد plane. a straight line and a point outside it برضو ينفع احدد plane. two intersecting straight lines برضو ينفع، يبقى يا مستر اقدر احدد plane all the previous. ده كان الجزء الاولاني يا جماعة من الاسئلة على ال equation of plane. نبدأ نخش على الجزء الثاني سريعا برضو. الأسئلة السهلة دي يا جماعة احنا بنجريها مع بعض بسرعة عشان نطول شوية في الأسئلة الأصعب بقى واللي فيها فكرة. جاي بيقول في سؤال جه في امتحان سابق the equation of the plane which passes through the point 1 و 2 و 3 and parallel to the coordinate axes x and y.
طب احنا متفقين يا شباب، ما دام الراجل قال لك بارلل للاكس وبارلل للواي، طب ما ده كده معناه يبقى زد ايكوال على طول. يبقى مستر هنا الراجل معدي عند الزد ب3، يبقى الانسر اكيد زد ايكوال 3. طيب اللي بعدها يا مستر، the equation of the plane passing through points 2 3 5 negative 1 3 1 4 3 negative 2. احنا قايلين يا شباب لو الراجل اداني 3 بوينتس وعايز اجيب الايكويشن اوف بلين اللي معدي بالثلاثه، في كذا طريقه. لو سمينا مثلا اي بي سي، ممكن حضرتك تجيب لي فيكتور اي بي اللي هو بي ماينس اي، اي سي اللي هو سي ماينس اي، بقى عندك تو فيكتورز اي بي واي سي، تقدر تعملهم كروس برودكت تطلع النورمال فيكتور اللي هو الان، بقى عندك ان وعندك اي بوينت من الثلاثة اللي هي ايه مثلا، تقدر تكتب الايكويجن. طب في طريقة تانية يا مستر؟ اه في طريقة تانية. كنا قلنا لو مديك 3 بوينتس تقدر بديترمينانت سهل قوي اسمه x minus x1 اللي هي 2، x2 minus x1 اللي هو negative 1 minus 2 بنيجاتيف 3، x3 minus x1 اللي هو 4 minus 2 تديني 2، y minus y1 يبقى y minus 3، y2 minus y1 3 minus 3 ب 0، y3 minus y1 3 minus 3 برضو ب 0. طب اللي بعدها z minus z1 اللي هي 5، z2 minus z1 يعني 1 minus 5 ب negative 4، z3 minus z1 negative 2 minus 5 ب negative 7 equal 0، وتفك determinant. طبعا انت عارف بتفك بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، وتقعد بقى تعمل تشيل الرو والكولوم وتعمل كروس مالتيبليكيشن. طيب الطريقه الثالثه، بس طبعا دي مش دايما، انا قلت الطريقه دي عشان دي دايما في اي بوينتس. الطريقه الثالثه لو انت لماح هتبدا تشوف ايه المميز في 3 بوينتس. الحاجه المميزه واللي اتكررت ان الواي ثابته في الثلاثه، يبقى من مره واحده على طول يا مستر ايكويشن البلين ده اسمه واي ايكوال 3، عشان كل البوينتس ما تغيرش الواي بتاعتها، يبقى الواي ايكوال 3 ثابته. لو انت فكيت من ده هيطلع في النهايه برضو واي ايكوال 3. طب question 3، the equation of the plane parallel to x axis. احنا قلنا يا جماعه equation البلين عامه ax plus by plus cz plus d equal 0، parallel to x axis يبقى cancel x، فتبقى by plus cz plus d equal 0. طب اللي بعدها question 4، in a space of 3 dimensions the equation 3y plus 4z equal 0. هو كده يا جماعه الراجل لغى الاكس ولغى الدي، يبقى كده المفروض مش parallel للاكس بس، دي contains الاكس اكسس، فتبقى الانسر الصح هي بي عشان مفيش دي يا جماعه كمان. طب question 5، 4x plus 5y minus 9 equal 0 is equation of plane A. هنا لغى الزد بس لكن الدي موجوده، فتبقى parallel لزد اكسس مش contains الزد اكسس، فتبقى الاجابه B. question 6، if the straight line x equal 3y equal az is parallel to the plane x plus 3y plus 2z plus d equal 0، يبقى الاب كام؟ جماعه مش عايزك بقى تتلخبط في الجزئيه دي. لو عندك بلين، طبعا بطاقه البلين اللي بنشتغل بيها هو النورمال فيكتور، وجاي بيقول لك ان في ستريت لاين بارلل للبلين ده، طبعا بطاقته اللي هي الدايركشن فيكتور. كده يا جماعه علاقه الدي بالان مش بارلل، ده كده يبقوا بيربنديكولار، فيبقى المفروض اقول له ان الدي دوت الان ايكوال 0. طيب مين الدي يا مستر؟ طبعا يا جماعه الدي لازم فوق تبقى 1x 1y 1z، فانت هتعمل هنا دي كانها طبعا اوفر 1 اوفر 1 اوفر 1. هنا هنعمل خلاص دي جاهزه 1، هنا هعمل ديفايد 3 اب اند داون فبقت 3rd، كاني بنزل 3 تحت خالص. هنا ديفايد A فبقت 1 اوفر A، فكده بقت الدي 1 و3rd و1 اوفر A دوت الان 1 و3 و2 باينه، المفروض كل ده ايكوال 0. لما هعمل الدوت برودكت x في x ادتني 1 بلس y في y 30 في 3 برضه ب 1،
1 over a تايم 2 تبقى 2 over a equal 0. 1 plus 1 ب 2 تروح هناك بالنيجاتيف. طبعا يا شباب كروس مالتيبليكيشن 2 تايم 1 ديفايد نيجاتيف 2 يطلع لك ال a equal نيجاتيف 1. طيب السؤال اللي بعده. The point of intersection of the straight line that will plane x minus 2y plus 3z plus 5 equal 0. طب كلام جميل جدا. انا عايز يا جماعة اطلع ال point of intersection between a straight line and a plane. حضرتك عندك طرق كتير قوي. انا ممكن اجيب الاول ال x وال y وال z بتوع ال plane بتوع ال straight line in terms of t. يعني مثلا ال z equal 3t. ال y equal 1t plus 2. ال x equal 2t plus minus 1. اخد ال x وال y وال z اعوض بيهم في equation ال plane. ليه؟ علشان حضرتك point of intersection بتحقق ال two equations. اشتغل equation اطلع ال t. بعد ما طلعت ال t اعوض في ال x وال y وال z يبقى دي ال point بتاعتي. طريقة جميلة بس ممكن تطول معاك شوية. طب الطريقة الأحسن ما دام السؤال جاي لك تشوز إن جنابك تجرب البوينت اللي هتنفع في الاتنين. ما هي انترسكشن لازم تحقق الاتنين. لو جربنا هنلاقيها سي. ليه يا مستر؟ لو حطيت الإكس بنيجاتيف 1 بلس 1 على 2 تديك 0. حط الواي ب 2. 2 ماينس 2 أوفر 1 تديك 0. حط الزد ب 0 أوفر 3 تديك 0. فكده التلاتة قد بعض. نفس الكلام هنا. حط الإكس بنيجاتيف 1. حط الواي ب 2 ماينس 2 في 2 بقت ماينس 4. حط الزد ب 0 بقت 0 بلس 5. اجمع كده نيجاتيف 1 ماينس 4 بنيجاتيف 5 بلس 5 ادتك 0. يبقى هي البوينت دي اللي بتحقق الاثنين. كويستشن 8. ذا تو بوينتس A و B والبلين P مدهولي. فبيقول لي ال A و B علاقتهم ايه بالبلين ده؟ هل بيلونج للبلين؟ هل لاي اون ذا سيم سايد اوف ذا بلين؟ ولا lies on two different sides ولا one of the two points lies on the plane. حضرتك يا جماعة بتجرب تعمل replace بكل point في plane. والله لو فعلا لقيته حقق الإيكوجن بتاعته يبقى هو على plane. طب نجرب كده. لو حطينا هنا ال A حطناه مكان ال X وال Y وال Z. يلا يا جماعة نجرب. 2 by negative 2 بنيجاتيف 4. 3 by 3 ب 9. ال Z 5 minus 7. كده نيجاتيف 13 بلس 5 بنيجاتيف 8 ماينس 7 بنيجاتيف 15. طبعا ما ادتنيش 0 يبقى هي مش على البلين. طب اللي بعدها جرب البي. 2 تايم 4 ب 8. 3 في نيجاتيف 7 بنيجاتيف 21 وفي نيجاتيف بقت بوزيتيف 21. بلس الزد بنيجاتيف 2 ماينس 7. كده 29 ماينس 2 تبقى 27 ماينس 7 ادتني 20 برضه مش على البلين. بس واخد بالك ان في اجابه طلعت نيجاتيف واجابه طلعت بوزيتيف. دي معناها يا شباب ان التو بوينتس دول lies on two different sides of the plane P. طب question. طبعا لو الاثنين بوزيتيف او الاثنين نيجاتيف يبقوا on one side او on the same side. question 9. الراجل جاي بيقول لنا ايه يا جماعه في question 9؟ بيقول لي the equation norm r squared minus 2 r dot a plus k equal 0 represent a. طب حضرتك دلوقتي الشكل ده غريب عليك، ابدا فكه عشان تفهم. ال r اللي هي x و y و z النورم بتاعها يعني سكوير روت x باور 2 بلس y باور 2 بلس z باور 2. طب سكوير روت وعليه باور 2 هيتكنسل فبقى سكوير روت x سكوير بلس y سكوير بلس z سكوير ماينس ال r x و y و z الـ A فيكتور هي أي بوينت L و M و K مثلا ليه X1 Y1 Z أو غير الكي عشان هنا في K خليها N. يلا نعمل دوت برودكت وفي نيجاتيف 2 بره فتبقى نيجاتيف 2 XL نيجاتيف 2 YM نيجاتيف 2 ZN كل ده بلس K إيكوال 0. البني آدم الشاطر واللي مذاكر تشابتر 1 في السوليد هيقول لي يا مستر ده كان general form of equation of a sphere. طب التاني بيقول لي برضو الايكويجن دي بتريبريزنت ايه؟ برضو نفكها يا شباب يلا كده انا وانتوا. برضو هتبقى x سكوير بلس y سكوير بلس z سكوير. طبعا هنا كانها 2 و 4 ونيجاتيف 2 دوت ال r اللي هي x و y و z فبقت ماينس 2x ماينس 4y بلس 2 z
ماينس 10 ايكوال 0. هي مبدئيا كده ايكويشن اوف سفير، لكن هل السفير الراديوس بتاعها 4 ولا الراديوس بتاعها روت 10؟ تعالوا نشوف كده. الراديوس كنا بنجيبه ازاي؟ افتكر معايا تشابتر 1، كنا الاول بنطلع السنتر، نروح على الاكس ديفايد نيجاتيف 2، واي ديفايد نيجاتيف 2، زد ديفايد نيجاتيف 2، فطلعت 1 و 2 ونيجاتيف 1 ده السنتر. كان الراديوس ايكوال سكوير روت ده باور 2 بلس ده باور 2 بلس ده باور 2 اللي هو السنتر يا جماعه، ماينس دي ماينس ماينس 10 تديني بلس 10. لو حسبنا الكلام ده روت 16 تطلع 4. يبقى الإجابة الصح إن هي سفير of radius length 4 units. The equation of the plane passing through the points 00 negative 4 0 5 0 negative 2 0 0. طب لو حضرتك واخد بالك دول ال intercepted parts of the coordinate axes. ده ال x intercept، ده ال y intercept، ده ال z intercept. كنا بنقوم جايين كاتبين كده x over x1 اللي هو نيجاتيف 2 اكس انترسبت واي انترسبت زد انترسبت بلس واي اوفر واي 1 بلس زد اوفر زد 1 ايكوال 1. طب يا مستر الشكل ده مش موجود. يا باشا خلاص ولا يهمك، ابدا ظبط على اللي هو عامله. لو مثلا عايز اكنسل اللي تحت ده عشان الراجل مش عامل فراكشنز خالص، مين يا مستر النمبر اللي يعمل اللي يقبل على الثلاثه دول؟ هتلاقي اللي هو طلع 20. طب لو انت مش عارف 20 اضرب 3 نمبرز ملتبلاي بعض، 4 في 5 في 2 تطلع 40، بس احنا عارفين ان ال 20 تقبل على الثلاثه. اما اعمل كل واحده بقى ملتبلاي 20 ملتبلاي 20 ملتبلاي 20 وكمان الرايت هاند سايد ملتبلاي 20، ده مع ده اداني نيجاتيف 10 اكس، 20 على 4 اداني بوزيتيف 4 واي، 20 على نيجاتيف 4 اداني نيجاتيف 5 زد equal 1 by 20 ب 20 دخلها جوه بقت minus 20 equal 0. جينا نبص لقيناها تشويس دي. طيب اسرع بقى شويه. البلين ده intercepts from x axis a part of length قد ايه؟ طب يا شباب اما بيقول لي intercept from x axis اكيد بنحط الواي والزد ب 0، فبقت 3x equal 12، يبقى 12 divided 3 يبقى الاجابه 4. If the intercepted parts from the coordinate axes by the plane ده are A و B و C، يبقى ال A plus B plus C بكام؟ احنا اتفقنا يا جماعة عشان نجيب ال intercepted parts لازم اخلي ال equation equal 1. طب هنا equal 30 او عامل divide 30 السؤال كله، فبقت x over 30 plus 5 over 30 هيتبقى تحت 6، 6 over 30 هيتبقى 5، 30 over 31 ده معناه ان ال A equal 30 ال B equal 6 ال C ما تنساش negative 5 عشان القانون المفروض دي بلس. اما هعمل الثلاثه بلس بعض هلاقي الانسر 31. question 14 if the plane x over 4 plus y over 2 plus z over 2 equal 1 cuts the coordinate axes at the points A و B و C هات لي area of triangle A B C. طب سريعا نقول فكرتها. هنا انت عندك ال A هتبقى 4 و 0 و 0، ال B 0 و 2 و 0، ما هو كده ده الشكل بتاع ال intercepted parts من الاكسيز، ال C 0 و 0 و 2. انت ببساطة جدا بسرعة بقى هتجيب لي A B اللي هو B minus A، هتجيب لي A C اللي هو C minus A. بعدين تفتكر ان رول الاريا اوف تراينجل بيقول هاف نورم اي بي كروس اي سي. ازاي هتعمل الكروس؟ تعمل ديترمينانت سريع جدا يطلع لك الاجابه بتاعتك، تضربها باي هاف هتلاقي الاريا ايكوال 6. طيب اللي بعدها if a plane cuts the coordinate axes برضو a و b و c where the intersection point of the medians of triangle ABC is 3 و 3 و 3 عايز ال equation of the plane. طب حلوة جدا الراجل بيقول ايه يا شباب بالراحة بقى. If a plane cuts the coordinate axes at A و B و C where the intersection point of the medians of triangle ABC هي 3 و 3 و 3 عايز equation of the plane. تعالوا نشرحها بطريقة حلوة كده. مش انت فاكر زمان لما كنا بندي لك ال A وال B وال C ونطلب منك
البوينت اوف انترسكشن اوف ميديانز. كنت بتقول لي يا مستر بنعمل 3 بوينتس بلس بعض ديفايدد 3. هقول لك طب تمام، هنا بقى العكس، انا مدي لك ان البوينت 3 و3 و3 وعايزك تجيب الايكويشن. الايكويشن اوف بلين بتقول اكس اوفر اي او اكس 1 بلس واي اوفر واي 1 بلس زد اوفر زد 1 ايكوال 1. يبقى انا عايز اشوف الانترسبتد بارتس من الثلاثه اكسيز. هو بيقول لك الاي مع الاكس اكسس يبقى اسمها اكس و0 و0، البي 0 واي و0، السي 0 و0 زد عشان مع الزد، ممكن نسميها اكس 1 واي 1 زد 1 عادي جدا. انت لو فكرت بطريقه سريعه هتقول لي يا مستر المفروض ان الاكس بلس الزيرو بلس الزيرو اهو ديفايدد 3 تديني يا مستر 3، ده قانون البوينت اوف انترسكشن اوف ميديانز. ماشي 3 بالباي يبقى الاكس ب 9، نفس الكلام الواي ب 9، نفس الكلام الزد ب 9، فبقت الانسر اكس اوفر 9 بلس واي اوفر 9 بلس زد اوفر 9 ايكوالز 1. طب انا دلوقتي ما لقيتش المنظر ده عندي، طب اعمل كده ملتبلاي 3. لما اعمل يا جماعه كل واحده فيهم ملتبلاي 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي 3، هتلاقي هنا اتبقى لك x over 3، هنا اتبقى تحت y over 3 plus z over 3، 1 times 3 تديك 3، يبقى الانسر الصح هي دي. طب في ناس تاني يقولوا ايه؟ يقولوا يا مستر من الاخر لو اداني point intersection الميديانز وعايز الايكويجن يبقى هنقول x over 3 اللي بتاعت الميديان plus y over 3 plus z over 3 equal 3 مش equal 1. بس الطريقة دي اللي هو جبنا لك اصلها ايه؟ question 16 جاي بيقول يا جماعه في question 16 the plane equation intercepts from the positive x و z 2 و 4 ومن النيجاتيف y 3. طب ما تيجوا نكتبها، تبقى x over 2 والz بالpositive over 4 لكن ال y بالنيجاتيف over 3، كل ده equal 1. 2 و 3 و 4 ال 3 numbers دول اللي ينفع معاهم ال 12. لما نعمل كل واحدة باي 12 هنا هيتبقى 6x، هنا مع 12 يتبقى 4y، هنا مع 12 يتبقى 3z، كل ده ايكوال 1 باي 12 اللي هي 12. يبقى التشويس الصح هو يا شباب تشويس D. طيب اللي بعدها هنجيب 17 يا شباب مع بعض كده بالراحة. انا the plane 20x plus 15y plus 12z equal 60 intersects the coordinate axes x و y و z في ال a و b و c. طب مبدئيا قلنا لازم نخليها 1، فهنعمل المساله كلها over 60 عشان تديني شكل الايكويشن اوف بلين اللي انت عارفه. فبقت x over 3 plus y over 4 plus z over 5 equal 1. كده بقت ال x 1 ب 3 ال y 1 ب 4 ال z 1 ب 5، وطلب مني فوليوم السوليد اللي مع الاوريجن قلناها من شويه، يبقى 1 over 6 absolute x1 times y1 times z1. تطلع الإجابة 10 cubic units. الكويستشن يا جماعة اللي بعده question 18 the equation of the plane passing through the point A و B و C و parallel للplane x plus y plus z equal 0. طب أولا parallel للplane يبقى نفس ال n اللي هي 1 و 1 و 1، فتبقى x plus y plus z. مفروض بنقول n دوت r equal n دوت a. طب ما هي ال n 1 و 1 و 1 دوت a اللي هو قالها لك a و b و c، فتبقى 1a plus 1b plus 1c، يبقى كل ده equal n دوت a اللي هي a plus b plus c، يبقى choice c هو الصح. جبناها يا جماعة من n دوت r equal n دوت a. ال n 1 و 1 و 1، ال r x و y و z، ال A A و B و C زي ما هو قال. question 19 جاي بيقول لنا يا جماعة the equation of the plane which is perpendicular to the vector 2i plus j plus 3k and passes through the point 1 و 2 و 3. طب كده اديني point ومديني plane perpendicular على ال vector ده. طب يا مستر الله ما هو كده كأن ده كده ال n، ما هو ده اللي perpendicular على ال plane،
فكأن ال n 2 و 1 و 3، فهنقول n دوت r يعني 2x plus 1y plus 3z equal n دوت a 2 by 1 تبقى 2 plus 1 by 2 تبقى 2 plus 3 by 3 تبقى 9. نعمل 2 plus 2 plus 9 تطلع 13، يبقى الكلام ده equal 13 اللي هو choice B. The plane whose equation 2x minus y equal 0. ما قالكش parallel لمين. هو هنا لو خدت بالك الراجل لغى الزد ولغى الدي، فهي كده contains زد axis، فاحنا معتبرينها اللي هي كأنها parallel للزد. طب ما ده معناه يا مستر ان هو perpendicular على ال x y، فبقى perpendicular to the plane x y. The plane contains the origin point and the vector 0 و 1 و negative 2 is perpendicular to it is mean في الأربعة دول. البلين يا جماعة contains the origin point، يعني البلين جواه 0 0 0 يعني كأن مفيش دي أصلا، والفيكتور 0 1 و negative 2 is perpendicular to it، يعني عندي فيكتور perpendicular عليه يعني كأن ده ال n. فلما نقول n دوت r فطبعا ال x هتروح، اتبقى ال y وال z اللي هي y minus 2z equal n دوت a اللي هي الاوريجن هتبقى 0، ودي ده هناك فبقت y equal 2z. 22. The equation of the straight line passing through the point D and is perpendicular to the plane 2x plus 3y plus z plus 5 equal 0. الراجل عايز منك equation straight line، خلي بالك معدية بوينت اسمها 111 وperpendicular على البلين ده. طب لو انت واخد بالك، اولا لما بنرسم بلين لازم الاول احط الاي دي بتاعه اللي هو الان. انا عايز لاين يكون perpendicular على البلين. الله يا مستر، perpendicular على البلين يبقى parallel للان. بطاقة اللاين هي الدي وبطاقة البلين هي الان. ما كده يا مستر يبقى الدي parallel للان، يعني نفس الفيكتور، اقدر اخد نفس الفيكتور هو هو، يبقى الدي اللي هي 2 و 3 و 1. فكده كأن حضرتك الدي عندك ب 2 و 3 و 1، وهو اداك بوينت اسمها 1 و 1 و 1 وعايزها على شكل الكارتيزيان. فكنا بنقول x minus x1 over a اللي هي من الدي يعني equal y minus y1 over b equal z minus z1 over c، هتبقى الانسر تاني واحدة b. السؤال اللي بعده. The equation of the straight line passing through the origin perpendicular على ال plane x over a plus y over b plus z over c equal 1. طب انا اديتك equation straight line passing through the origin، حلو، و perpendicular على البلين ده. طب يا مستر لما الستريت لاين برضو يبقى perpendicular على البلين، بيبقى عن ال n نفسها هي ال d. طب هنا ال n خلي بالك ما بتكونش تحت البلين، ال n بتبقى جنبها، فانت ال a عشان تطلع تبقى a power negative 1 اللي هي 1 over a x plus 1 over b y plus 1 over c z equal 1. فكده ال n اللي هي هي الدي برضو بتاعتنا 1 over a 1 over b 1 over c، والبوينت هي الاوريجن، فبقت r equal 0 0 0 plus t 1 over a 1 over b 1 over c. طب 24. The equation of the plane contains the z axis. مادام contains the z axis طبعا يا جماعه equation البلين ax plus by plus cz plus d equal 0. contains the z axis، الغي ال z والغي ال d. اتبقى لحضرتك ax plus by equal 0. طب انا دلوقتي عايز اجيب كام x وكام y. طيب بالراحة كده جدا مع بعض، الراجل قال لحضرتك ايه؟ ان هي passes through ال point 1 و negative 1 و 3. يبقى هنعمل ايه يا جماعة؟ بالراحة بقى هتيجي تقولي البوينت دي يا مستر معدي البلين معدي عليها. طب ايه هو equation البلين؟ اتفقنا ان انت تقدر تقول لي n دوت r equal n دوت a، او تقول لي ax plus by plus cz plus d equal 0.
او تيجي تقول لي الشكل الثالث a في x minus x1 plus b في y minus y1 plus c في z minus z1 equal zero. طيب انت هنا هتيجي بقى تقول لي ايه حضرتك؟ هتيجي تقول لي يا مستر طب ما تيجي كده نحط الارقام بتاعتنا x minus x1 plus b في y minus y1. هتلاقي الإجابة طلعت لحضرتك إن x plus y equal 0. الكويستشن اللي بعده: the equation of the plane passes through the point 4 0 1 parallel to the plane for x plus 3y minus 12z plus 6 equal 0. طب حضرتك دلوقتي انا عايز ايكويشن بلين بارلل لده، بارلل يبقى سيم ان على طول كده. طب ما الان 4 و 3 ونيجاتيف 12 كده، عندك الان 4 و 3 ونيجاتيف 12 ومدي لك بوينت على البلين بتاعتك. طب ما انت ببساطه ممكن تقول لي ايه ان دوت ار ايكوال ان دوت ايه، ادي الان دوت ار ايكوال ادي الان دوت A اللي هو 4 و 0 و 1. يلا نعمل الدوت برودكت، ادي 16 0 minus 12 تطلع 4، يبقى الإجابة الصح هي B. 26 the straight line x minus 1 over 2 equal y plus 2 over 3 equal 1 minus z and the plane 3y minus z plus 2x equal 3. الاتنين دول يا جماعة مالهم؟ ايه اللي بيعرف لك الستريت لاين؟ الدي يا مستر. طب مين بيعرف لك البلين؟ الان يا مستر. تعال نطلع كل واحد. هنا طبعا الاكس بوزيتيف 1 الواي بوزيتيف 1 بس الزد هنا مش بوزيتيف 1، الزد بنيجاتيف 1، يبقى لازم اعمل كل واحده فيها ديفايد نيجاتيف 1 عشان تبقى بوزيتيف 1. هنا الدي 2 و 3 ونيجاتيف 1. طب الان هنا طبعا ال2 الاول 2 عشان الاكس 3 نيجاتيف 1. طب يا مستر ده كده الدي طلعت هي هي الان. في ناس بقى متسرعه تقول لي يبقوا بارلل. هقول لك يا استاذ خلي بالك الدي هي هي الان، مش الان بالنسبه للبلين بيربنديكولار، ده معناه ان الستريت لاين برضو بيربنديكولار تو ذا بلين اللي هي سي. طب 27 جاي بيقول if the straight line x minus 1 over 4 equal y minus 2 over 6 equal z over over b اقصد equal z over 6 never intersect the plane 2x minus 4y plus 3z equal 5. يبقى ال b equal كام؟ شباب الراجل بيقول لك ان الستريت لاين ده عمره ما هيعمل intersection مع البلين ده. يا مستر عمره ما هيعمل انترسكشن، ده معناه ان الستريت لاين والبلين بارلل لبعض، عمرهم ما هيتقابلوا. طيب ما دام بارلل احنا اتفقنا ماليش دعوه بالبلين، ليا دعوه بالنورمال بتاعه. ما دام كده يبقى يا مستر ان دوت دي المفروض تديني ايكوال زيرو. ما حدش يقول لي ريشيو عشان هو الان والدي كده بيربنديكولار. طب الدي 4 وبي و6 الان 2 ونيجاتيف 4 و3 هم قايل 4 باي 2 اللي هي 8، بي باي نيجاتيف 4 اللي هي نيجاتيف 4 بي، 6 باي 3 اللي هي بوزيتيف 18 ايكوال 0. دول كده 26 هيروحوا بالنيجاتيف، فبقت نيجاتيف 4 بي ايكوال نيجاتيف 26، شيل النيجاتيف مع النيجاتيف، مشي ال 4 بالديفيجن، فبقت 26 اوفر 4 اللي هي 13 اوفر 2 يعني سي. طب 28 جاي بيقول لنا يا جماعه في 28 if the straight line x minus 2 over 3 equal y plus 1 over 2 equal 1 minus z intersects the two planes ده وده add the two points a و b يبقى ال a b equal كام؟ طيب الراجل يا جماعه بمنتهى البساطه كده بيقول لك ان الستريت لاين بتاعك بيعمل intersection مع التو بلينز. ادي مثلا البلين وادي بلين والستريت لاين ده مثلا سي جه قطعهم، فقطع دي في بوينت وقطع دي في بوينت،
هو عايز جنابك تجيب لي الـ A والـ B عشان تقوم حاسب الـ AB تطلع لك بكام. بمنتهى البساطة عشان نقول بس الفكرة العامة كده بتاعتها. يعني انت هنا هتقدر تحل لي equation line مع البلين تجيب الـ A، و equation line مع البلين التاني تجيب الـ B. بعد كده تعمل الـ distance between two points تطلع الإجابة بتاعتك. طيب يا مستر ازاي الكلام ده؟ احنا كنا جماعة عشان نحل equation line مع plane لازم نجيبها in terms of t. فانت هنا عندك مثلا الـ x equal 3t plus 2، الـ y equal 2t minus 1، الـ z equal طبعا هو هنا 1 minus z equal t فهتبقى t minus 1، اعكس بقى بقت 1 minus t. دول بتوع الـ straight line. هتقوم عامل ايه عشان بس ما نضيعش وقتنا يا جماعة؟ هتقوم جنابك رايح على الايكويشن بتاعت البلين الاول، تحط الاكس والواي والزد بالتيهات اللي انت جبتها وتشتغل ايكويشن تطلع التي. ساعتها هتلاقي التي بتاعتك طلعت بنيجاتيف 1 من الايكويشن دي. تقوم راجع معوض هنا، هتحط التي بنيجاتيف 1، التي بنيجاتيف 1، التي بنيجاتيف 1، هتلاقي البوينت اسمها نيجاتيف 1 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 2. نفس الكلام هتاخد اكس وواي وزد تعوض في البلين التاني، هيطلع لك التي بتاعتك في الحاله دي ب 1. عوض 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 هتلاقي البوينت الثانيه 5 و 1 و 0. اعمل ديستانس بين تو بوينتس سكوير روت x2 minus x1 سكوير بلس y2 minus y1 سكوير بلس z2 minus z1 سكوير، هتلاقي الاجابه طالعه لك 2 روت 14. ممكن يبقى في طرق ثانيه بس دي اقرب حاجه جت لنا. 29 الراجل جاي بيقول لك the geometric description of set of points in space that satisfy pair of equation y equal 3 وz equal 1. طيب يا مستر ركز كده معايا، is a straight line parallel لمين؟ في هنا بلين اسمه y equal 3 يعني قطع ال y axis، بلين اسمه z equal 1 يعني قطع ال z axis. في الحالة دي هل هيبقى parallel للإكس للواي زد بس، ولا parallel للإكس زد بس، ولا parallel للإكس واي بس، ولا parallel الاتنين منهم؟ طب بالراحة كده، مش لما يبقى واي إيكوال مش ده معناه إن الإكس لا اتلغت والزد اتلغت يعني contains الواي أكسس. زد إيكوال ده معناه إن الراجل أو معلش واي إيكوال 3 يبقى parallel للإكس زد، وزد إيكوال يبقى parallel للإكس واي. فكده parallel للإكس زد و parallel للإكس واي يبقى مستر both 2 and 3. خلي بالك من الكلام ده. نمبر 30 الراجل جاي بيقول لنا يا جماعة 30 الـ straight line اللي قصادك ده lies on the plane كذا، يبقى مين في دول صح؟ طب أولا مدام الـ straight line lies on the plane يبقى يقدر يحقق الـ equation بتاعته. يعني ايه يا مستر يقدر يحقق الايكويشن بتاعته؟ يعني لو خدنا البوينت اللي على الستريت لاين دي اللي هي اللي فوق دي x1 z y1 z1 حطيناها مكان الاكس والواي والزد تديني 0 برضه، يبقى كده بي صح اللي هي x1 plus by1 plus cz1 plus d equal 0. طيب الحاجه الثانيه ان ال L وال M وال N اللي هم مين يا جماعه؟ ها ركز كده، اللي هو الدايركشن فيكتور. لما يبقى lies on the plane اقدر يا مستر اخده اعوض بيه مكان البوينت اكس وواي وزد برضه، ما هو اللاين هيبقى على البلين اساسا، فتقدر تعوض حتى بالدايركشن فيكتور بتاعته A وB وC مكان الاكس والواي والزد. فبرضه اقدر اقول AL plus BM plus CN equal 0 عشان الدي كده خلاص هتتكنسل، فيبقى الاجابه الصح هي C. طب question 31 the two straight lines L1 واديها لك وL2 واديه لك lie on the plane مين في دول؟ طب انت بمنتهى البساطة two straight lines موجودين في plane واداك اختيارات، اسهل حاجة تاخد البوينت من كل plane وتعوض بيها. يعني مثلا البوينت بتاعت الستريت لاين الاولاني نيجاتيف 1 و 2 و 1، التاني نيجاتيف 1 و 2 و 1 ماشي. هنعمل يا مستر ريبليس في كل واحده،
اللي هتلاقيها حققت الكلام ده هو تشويس دي. حط كده بقت 7 في نيجاتيف 1 يعني نيجاتيف 7 بلس 2 باي 2 بقت 4 بلس 3 باي 1 بقت 3. لما نعمل نيجاتيف 7 بلس 4 بلس 3 فعلا هتلاقيها ايكوال 0. يبقى يا مستر التو ستريت لاينز موجودين جوه البلين دول. طبعا البوينت اللي طالعه دي هي البوينت اوف انترسكشن، وده دايركشن فيكتور 1 وده دايركشن فيكتور 2. ممكن يبقى الاثنين عاملين كده وتقابلوا في بوينت، فالبوينت دي لازم تحقق ايكويشن البلين بتاعه. طب 32 جاي بيقول لنا يا جماعه ذا ستريت لاين ده از بيربنديكولار للبين الفلاني. طب قلنا دايما ادي ستريت لاين بطاقته على طول هي الان. اما يبقى ستريت لاين بيربنديكولار على البلين اكيد يبقى الدي هي الان. ما هو كده لازم عشان بقى بارلل ليها. طب هنا يا مستر الدي اصلا مين؟ طبعا الاكس بوزيتيف 1 الواي بوزيتيف 1 الزد بوزيتيف 1، فالدي طالعه 1 و3 ونيجاتيف 2، فلازم كمان الان تبقى 1 و3 ونيجاتيف 2. دور مش هتلاقي غير سي هي 1x بلس 3y ماينس لا احنا لسه هنقول ايه؟ المفروض تبقى 1x اللي هي الان 1 و3 ونيجاتيف 2. n دوت r المفروض تبقى يا جماعه ايكوال n دوت a. طيب ال a ادي بوينت مثلا اللي هي نيجاتيف 1 والنيجاتيف 3 و2. لما نعمل يا جماعه الدوت طبعا دي هتبقى x بلس 3y ماينس 2z ايكوال 1 باي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 1، 3 باي نيجاتيف 3 بنيجاتيف 9، نيجاتيف 2 باي 2 بنيجاتيف 4. فانت حضرتك لو جينا حسبنا يا شباب الكلام ده هتلاقي اكس بلس 3y ماينس 2z ايكوال الكلام ده لو اتحسب ايكوال نيجاتيف 14. طيب لو عملناها يا جماعه ودخلناها جوه بقت اكس بلس 3y ماينس 2z بلس 14 ايكوال 0. لو عملناها باي 2 تدينا شكل من التلاتة، لا يبقى في حاجة يا جماعة احنا حاسبينها مش مظبوط. طب معلش نقراها تاني مع بعض. ستريت لاين بيربنديكولار على البلين. طب تمام يا مستر، يبقى ادي الستريت لاين بتاعنا وادي البلين، يبقى الدي بارلل للان، يعني يعتبر الدي والان هي او فيما بينهم ريشيو. طب حلو جدا، ما دام فيما بينهم ريشيو، طب دي 1 و 3 ونيجاتيف 2 فيما بينهم ريشيو. الوحيده اللي لو دورنا فعلا، يبقى احنا كده طولنا في المساله على الفاضي. الوحيده يا جماعه اللي لو دورنا هنلاقي ان فيما بينهم ريشيو هتطلع بي اللي هي 2 و6 ونيجاتيف 4، ان اتعملت الريشيو دي ملتبلاي 2 فبقت 2x بلس 6y ماينس 4z بلس 3 ايكوال 0. ال 14 اللي احنا خدناها دي هي البوينت، مش شرط تبقى على البلين للاسف، ده كان البوينت ممكن تبقى على اللاين في اي حته هنا. فاحنا اللي كان فارق معانا الدي، هو طلع اكس بلس 3y ماينس 2z لو اتعملت باي 2 عشان ريشيو تطلع اختيار بي. طب 33 جاي بيقول all the following points lie on the same side from the plane r dot 3i minus 5j plus 4k equal 5 except mean. طبعا يا جماعه حوار ان هي لاي اون سيم سايد، يعني ممكن ثلاثه يبقوا بالنيجاتيف وواحده بوزيتيف هي دي اللي تبقى في السايد الثاني، او ثلاثه بوزيتيف وواحده نيجاتيف هي دي اللي تبقى في السايد الثاني. فانت على طول هتقعد تجرب كل بوينت تشوف البوزيتيف والنيجاتيف هتلاقي اللي مختلفه الوحيده عنهم هي ايه. هتلاقي في اختلاف في الساينز يا جماعه بين ثلاثه وواحده، فالواحده المختلفه هتلاقيها ايه. Question 34 the straight line x minus 2 over 3 equal y minus 3 over 4 equal z minus 4 over 5 is parallel للبلين مين في دول؟ طب اتفقنا ادي بلين ال n بتاعته اهي. هو بيقول لي الستريت لاين parallel للبلين. الله، الستريت لاين parallel للبلين في حاله ان الدي والان يكونوا perpendicular، ان في حاله ان دي دوت ان تديني 0. طب هنا الدي بتاعت اللاين 3 و4 و5 عشان فوق كله بوزيتيف 1x بوزيتيف 1y بوزيتيف 1z.
نجرب كده دي دوت ان في كل واحدة. دي دوت ان 3 باي 2 ب 6 بلس 4 باي 1 ب 4 5 باي نيجاتيف 2 بنيجاتيف 10. فعلا من اول واحدة ايكوال 0 يبقى التشويس الصح هو ايه. طب 35 الستريت لاين ده والبلين ده which of the following is correct؟ هل اللاين بارلل للبلين ولا بيربنديكولار ولا ايه بالظبط؟ تعالوا نشوف علاقة ال n بال d دايما كده على طول. هنا ال d 3 و 2 نيجاتيف 1، هنا ال n 1 و نيجاتيف 1، 1 و نيجاتيف 2 نيجاتيف 1. طيب هل في ريشيو؟ لا يا مستر، 3 على 1 ب 3، 2 اوفر نيجاتيف 2 بنيجاتيف 1، كده مفيش ريشيو. طب هل يا مستر الدوت بتاعهم بزيرو؟ نجرب 3 تايم 1 ب 3، 2 تايم نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4، نيجاتيف 1 تايم نيجاتيف 1 ببوزيتيف 1. فعلا 3 بلس 1 4، 4 ماينس 4 0. ما دام يا شباب لقينا ان الدوت برودكت بزيرو يبقى الدي والان بيربنديكولار، فده معناه ان اللاين ايه علاقته بالبلين؟ بارلل يا مستر للبلين. 36 بيقول لي ذا ستريت لاين ده with respect to the plane ده. برضو هل الستريت لاين بارلل للبلين ولا بيربنديكولار ولا ايه بالظبط؟ نفس القصص يا جماعه اللي احنا هنعملها. برضو ادي الدي 1 و2 و3، وادي الان 1 ونيجاتيف 2 و1. هل في يا مستر ريشيو؟ جرب 1 اوفر 1 ب 1، 2 اوفر نيجاتيف 2 بنيجاتيف 1، مفيش ريشيو. هتعمل دوت برودكت هتلاقيها فعلا زيرو. ده معناه برضو ان الدي والان بيربنديكولار، يبقى الستريت لاين بارلل للبلين. فكره مكرره. 37 the measure of the angle between straight line و plane. طب يا شباب بسرعة قوي، احنا قلنا الرول بتقول كوزين ثيتا ايكوال ده straight line و plane، يبقى دي و ان absolute دي دوت ان over norm دي في norm ان. حضرتك عندك من هنا الدي 2 و 1 و negative 2، الان 1 و 1 و 0 عشان مفيش زد. هتعمل لي دي دوت ان، يعني هتقول 2 باي 1 ب 2 بلس 1 باي 1 ب 1 بلس نيجاتيف 2 باي 0 ب 0، فبقت ابسوليوت 3 اللي هي 3 اوفر النورم دي يعني سكوير روت ده باور 2 بلس ده باور 2 بلس ده باور 2 يطلع 9. في سكوير روت ده باور 2 بلس ده باور 2 بلس ده باور 2 اللي هو نورم الان يطلع روت 2، فهتلاقيها طالعه تحت 3 روت 2. هنعمل شيفت كوزاين هتديني 45. طب لو واخد بالك احنا قلنا قبل كده الانجل اللي بتطلع بتبقى اللي ما بين اللاين والان اللي هي دي، انت عايز دي، فلازم بتعمل 90 ماينس اللي طلعت، فتديك برضو في الحالة دي 45. 38 the point belongs to the plane ده is مين في دول؟ برضو حضرتك بمنتهى البساطة ركز كده، هنا ال r equal negative 1 plus t 0 ال x مثلا، هنا تبقى ال t معاها 0 وال m معاها 1. مين في دول تعرف مثلا تجيبها في الاول؟ ركز كده، ال r لو عملناها x و y و z equal، هنا تعالوا نجمعهم برضو x و y و z، هتلاقي negative 1 plus t 0 ب 0 plus m تايم 1 ب m يبقى negative 1 plus m. طيب الثانيه 0 و 0 و 0، التالتة 2 plus 1t يعني 2 plus t ها negative 1 by m بنيجاتيف m. الله، يعني لازم يا مستر الاقي الواي بكام؟ بزيرو. انا ما اعرفش بقى الام والتي لسه، الوحيده اللي فيها الواي بزيرو هي دي. question 39 في اسئله يا جماعه على طول بتعتمد على ذكائك او ان انت تلمحها كده بسرعه. the equation of the plane which contains a line r equal i plus j plus t في الكلام ده. يعني يا جماعه انت ممكن تقول لي r equal i plus j يعني 1 و1 و0 مفيش زد plus t 2 و1 و4. طب لو جينا نقول x equal هتقول لي 1 plus 2t، y equal 1 plus 1t اللي هي 1 plus t، z equal طبعا 0 بلس 4t اللي هي 4t. هو الراجل بقى عايز الايكويجن اوف بلين اللي كونتينز اللاين ده. طيب بالراحه كده يا مستر، مش احنا من هنا نقدر نجيب التي يا شباب؟ مثلا لو قلنا x ماينس 1 اوفر 2 وهنا نقول y ماينس 1 اوفر 1 وهنا نقول z اوفر
4 ما دام contains يبقى ببساطه جدا المفروض ان الايكويشن اوف بلين contains اللاين. يعني يا مستر يبقى الان دوت دي بزيرو، ما هو اللاين هيبقى كده اهو، الدايركشن فيكتور بتاعته اهي، ولو النورمال عامل كده فالمفروض ان ان دوت دي تدي لك كام؟ تدي لك زيرو. طب الدي بتاعت اللاين 2 و1 و4 اهي من الاول خالص 2 و1 و4، انا عايز اعملها دوت ان تديني زيرو. حضرتك لو جيت لو جينا نجربها هنجربها مع سي اللي هي الاجابه احنا عارفين طبعا اللي هي 1 و2 ونيجاتيف 1. جرب كده 2 تايم 1 ب 2 بلس 1 تايم 2 ب 2 كده 4 بلس 4 تايم نيجاتيف 1 بنيجاتيف 4، 4 بلس نيجاتيف 4 تدي لك زيرو، يبقى فعلا ده البلين اللي جواه اللاين ده. Question 40 جاي بيقول لنا if the projection of the point origin on the plane P is M 2 3 1 then the equation of this plane. بص يا شباب البلين اهو وبيقول لي البروجكشن بتاع البوينت O مثلا الـ O اهي 0 0 0. بروجكشن يا شباب يعني اللي تحتها بالظبط اللي هي بيربنديكولار عليها اهو. البروجكشن بتاعها على البلين اسمه 2 و 3 و 1. يبقى ايكويشن البلين اولا ما دام ده بيربنديكولار يعني بارلل للان، يعني لو جبت الدي تبقى هي هي الان او ريشيو ما بينهم. طب تعالوا نجيب الدي اي بوينت ماينس الثاني 2 ما تبقى 2 و 3 و 1 يبقى الان بتاعتي 2 و 3 و 1. حلو جدا. فهقول له ان دوت ار يعني 2 و 3 و 1 دوت ار اللي هي اكس وواي وزد ايكوال ان اللي هي 2 و 3 و 1 دوت اي بوينت على البلين هي 2 و 3 و 1 برضو. طب هنا بقت 2 اكس بلس 3 واي بلس زد هنا 2 باي 2 4 بلس 3 باي 3 ب 9 بلس 1 باي 1 ب 1 اللي هي 14 ندخلها جوه تبقى ماينس 14 يبقى تشويس ايه هو الصح. طب واحده برضو على البروجكشن the image of the point negative 2 3 ونيجاتيف 4 by reflection in the x z plane. لا دي سهله قوي بقى جماعه. لو انت عندك x z plane طبعا اهو عشان الناس تفهم هنا x هنا y هنا z ده ال x z plane. طبعا عندنا برضو نيجاتيف زد لتحت نيجاتيف اكس لورا نيجاتيف واي للشمال. فهو بيقول لك في بوينت اسمها نيجاتيف 2 اهو طلعت عند الاكس كده لورا نيجاتيف 2 و 3 ونيجاتيف 4 يعني هنا. لما اعمل لها يا شباب ريفليكشن ان اكس زد بلين اللي هيتغير الواي بتاعتها لكن الاكس والزد هيكونوا ثابتين هتتغير ساين الواي بتاعتها. فبدل 3 تبقى نيجاتيف 3 لكن دي ودي تبقى ثابته فتبقى الاجابه نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 4. يبقى شباب لو قال لك ريفليكشن ان اكس زد ادي المرايه يبقى الواي تتغير. ريفليكشن ان اكس واي اشاره الزد تتغير. ريفليكشن ان مثلا واي زد يبقى ساين الاكس هي اللي تتغير. قربنا خلاص يا شباب نخلص. ذا تو نون بارلل ستريت لاينز. الستريت لاين ده وده هو بيقول لك نون بارلل lie on the same plane if ايه بقى في الاربعه دول؟ ركز كده. اولا هو قال نون بارلل يعني هما الاثنين intersecting. امتى يبقوا lie on the same plane؟ هتقول لي يا مستر هو مش ده دايركشن فيكتور وده دايركشن فيكتور، لو عملناهم كروس بعض يطلع لي الان؟ هقول لك اه تمام. هتقول لي يا مستر ومش هنا في بوينت اسمها A1 وبوينت اسمها A2، لو عملناهم ماينس بعض يطلع لي الار بتاعتي؟ اقول لك ماشي، يعني نعمل مثلا A1 ماينس A2 يطلع لي فيكتور D1 كروس D2 هيطلع لي بيربنديكولار عليهم. لو عملنا ركز يا جماعه كده لو عملنا d1 كروس d2 بيطلع لي بيربنديكولار عليهم. لو عملنا بوينت ماينس بوينت هيديني فيكتور جوه البلين. طب مش المميز في اي بلين ان اي فيكتور عليه دوت البيربنديكولار بتاعه يديك زيرو عشان هما بيربنديكولار؟ فبقت الاجابه الصح a1 ماينس a2 اللي هي تطلع لك فيكتور دوت d1 كروس d2 اللي هي تطلع لك نورمال ايكوال زيرو.
43, the equation of the plane which bisects the line between the two points 2, 3, 4 و 6, 7, 8 may be, مين في دول؟ هو عايز equation plane بيقسم line نصين ما بين two points. يعني لو عندك point اسمها مثلا يعني 2 و 3 و 4 وبوينت هنا اسمها 6 و 7 و 8 وقمت جايب بلين قطع لك عمل بايسكت لللاين ده انتو تو هافز بايسكت. فبيقول لك يبقى ميبي ان هي مين في دول؟ هل الايكويشن بتاعت البلين x بلس y بلس z ماينس 15 ايكوال 0؟ هل الايكويشن x بلس z ايكوال y ماينس 15 ايكوال 0؟ ولا x ماينس y ماينس z ماينس 15 ايكوال 0؟ ولا x بلس y بلس z بلس 15 ايكوال 0؟ بالراحه كده يا شباب. انت دلوقتي حضرتك عندك البلين ده بيبايسكت اللاين اللي التو بوينتس دول عليه. فانت بمنتهى البساطه تقول لي يا مستر انا عايز بوينت على البلين ده وعايز نورمال فيكتور. هقول لك طيب يا سيدي بص يا معلم، لو انت عندك بوينت عليه، البوينت تبقى ايه؟ تبقى ال 100 بوينت ما بين الاثنين دول. طب هات لي كده 100 بوينت، 6 بلس 2 ادي 8 ديفايد 2 بقت 4، 7 بلس 3 ادي 10 ديفايد 2 بقت 5، 8 بلس 4 ادي 12 ديفايد 2 بقت 6. طيب وبعدين يا مستر احنا عندنا المفروض ان دوت ار ايكوال ان دوت ايه؟ انا عايز اجيب النورمال فيكتور. انا عندي بوينت هنا اسمها ايه خلاص؟ 4 و5 و6، وعندك هنا 6 و7 و8 و2 و3 و4، وعايز اجيب نورمال فيكتور. طب هو الدايركشن فيكتور بتاع ده لو انت حبيت تطلعه مش هتعملي الاثنين دول ماينس بعض؟ 6 ماينس 2 تطلع لك 4، 7 ماينس 3 تطلع لك 4، 8 ماينس 4 تطلع برضو 4. طب يا مستر ده معناه كده ايه؟ خلي بالك يا شباب انت كده جبت لي الدايركشن فيكتور بتاع اللاين اللي البلين قسمه نصين اهو، ادي الدايركشن فيكتور وعليه البوينت بتاعته، وانت عايز تجيب الان بتاعتنا عشان نقدر نقول ان الان دوت ار ايكوال ان دوت ايه. ال A كده كده عندي وال R اللي هي X و Y و Z، احنا عايزين نجيب ال N. طب يا مستر بالراحة كده هنقول يا شباب ادي N دوت ال R X و Y و Z equal N دوت ال A 4 و 5 و 6. ال N لو اعتبرناها حتى 1 و 1 و 1 هتبقى 1 X بلس 1 واي بلس 1 زد ايكوال هنا بقت 4 بلس 5 ادي 9 بلس 6 بقت كام يا جماعه؟ بقت 15. لو دخلناها جوه تبقى اكس واي اكس بلس واي بلس زد ماينس 15 ايكوال 0، يعني تشويس A 44. The angle between the straight line r equal 2i minus j plus k plus t في نيجاتيف i plus j plus k and the plane r dot 3i plus 2j minus k equal 4. عايز الانجل ما بين straight line و plane. فانت هتقول لي يا مستر ما احنا عارفين، بص كده يا مستر ادي straight line وادي ال n بتاعت ال plane، انا عايز الانجل دي اتفقنا خلي بالك، لكن اللي بتجيبها من القانون بتكون الانجل اللي ما بين اللاين والبلين. الرول كانت بتقول كوزاين ثيتا ايكوال اللي هي دي هي الثيتا مش اللي انت عايزها، ابسوليوت دي دوت ان اوفر نورم دي في نورم ان. طب يلا كده بالراحه انا وانت، ابسوليوت دي دوت ان الدي نيجاتيف 1 و1 و1 الان 3 و2 ونيجاتيف 1. هنعمل يا جماعه دي دوت ان تبقى نيجاتيف 3 بلس 2 ادي نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 ماينس 1 بنيجاتيف 2 اوفر نورم دي يعني سكوير روت ده باور 2 بلس ده باور 2 بلس ده باور 2 سكوير روت 3. طيب سكوير روت 3 باور 2 بلس 2 باور 2
ادي كده 13 بلس 1 باور 2 يبقى 14. فطلعت لحضرتك الاجابه، ركز بقى هنا 2 عشان ابسوليوت فاليو نيجاتيف 2 ب 2، وهنا سكوير روت 3 تايم 14 ب 42. ده مين يا مستر؟ ده الكوزاين. خلي بالك من اللي هيتقال دلوقتي، ده كوزاين الثيتا طلعت ب 2 اوفر روت 42. يبقى الثيتا بشيفت كوزاين 2، شيفت كوزاين 2 على روت 42. بس مش دي اللي الراجل بيسأل عنها، الراجل بيسأل عن الانجل بقى اللي جوه دي. طب مش احنا قلنا يا جماعه ما دام كومبلمنتري يبقى كوزاين واحده هي مين بقى؟ هي ساين الثانيه. فيبقى الاجابه عندي شيفت ساين روت 2 اوفر روت 42. خلي بالك عشان فيها لخبطه جامده قوي، الراجل بيضحك عليك. انت الانجل اللي انت عايزها اللي تحت دي، لكن اللي بتيجي من الرول اللي فوق، فهم كومبلمنتري. يعني لو ممكن نسمي دي 90 ماينس ثيتا مثلا، فانت كده دي سميتها 90 ماينس ثيتا. انا عايز الثيتا، ال 90 بتعمل تشينج، فالكوزاين هتبقى ساين، فتبقى شيفت ساين مش شيفت كوزاين. طب 45 يا جماعه بيقول لي البوينت ايه هي الايمج بتاعت البوينت ان باي ريفليكشن اون ذا بلين اكس واي. الله، بلين اكس واي يعني المفروض الزد اللي بتتغير، يبقى كده الاي هتبقى 1 و 2 والنيجاتيف 3. بعدين قال لك اند بي از ذا ايمج اوف ايه اللي طلعت باي روتيشن اباوت الاوريجن وذ انجل 180. اما بنعمل روتيشن اباوت الاوريجن حاجه قديمه بروتيشن بانجل 180 بنغير الساينات بتاعت الثلاثه، عشان هتيجي في الناحيه الثانيه من الاكسيز، بقت الاكس نيجاتيف 1 الواي نيجاتيف 2 الزد بوزيتيف 3. قال لك and c is the image of b by translation 5 units in positive direction of y axis، يعني ازود الواي بلس 5 فتطلع c نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 بلس 5 ب 3 والزد زي ما هي، يبقى الانسر الصح هي دي نيجاتيف 1 و 3 و 3. 46 يا شباب، if the point b 2 و 1 و 3 is the projection of the point a x1 y1 و6 on the plane 2x plus y plus z equal 8. والراجل طالب منك x1 times y1 equal كام؟ طب يا جماعه ركز كده معايا، الراجل بيقول لك ان في بوينت اسمها b 2 و1 و3، دي تعتبر البروجكشن بتاعت بوينت اسمها a x1 y1 و6 on the plane 2x plus y plus z equal 8. طب انا عشان اجيب ايكويشن اللاين ده، طبعا هو بارلل ما دام بيربنديكولار على البلين يبقى بارلل للان، يعني سيم دايركشن فيكتور. الان من البلين 2 1 1 اهو، يبقى الدي بتاعتي برضو 2 1 1، يبقى ايكويشن اللاين ار ايكوال بوينت على اللاين اللي هي 2 1 3 بلس تي دي، الدي طلعت 2 و1 و1. حلو جدا. انا دلوقتي عشان اجيب الاي، انا ولا اعرف الاكس 1 ولا اعرف الواي 1، لكن اعرف الزد 1 ب 6. طب يا شباب ما انا ممكن اقوم قايل له يبقى المفروض الار جواها اكس وواي وزد، انا عارف الزد دي ب 6، اقوم قايل له 6 ايكوال 3 بلس تي تايم 1 يعني 3 بلس تي. من هنا يا جماعه جبنا التي، ماشي 3 بالماينس بقت التي ب 3. ارجع هات لي الاكس 1 والواي 1 بقى، مش المفروض الـ x equal 2 plus 2t، حط الـ t بـ 3، 2 plus 3 times 2 طلعت 8، هات الـ y 1 plus 3 times 1 هي هنا نقولها كده تاني 1 plus 3 times 1 طلعت 4. هو بقى عايز ايه؟ x1 times y1 يعني 8 times 4، يبقى الإجابة 32. طب حلو جدا. 47 بيقول لي يا شباب if the distance between point A and the plane P equals 16 length units. خلي بالك بدأ يكلمك في ايه بقى؟ distance between point والplane ب 16 length units and the straight line passing through A intersects the plane at point B and mix with the plane P angle theta
اهو انجل ثيتا، يعني مع البلين اهو عامل انجل اسمها ثيتا. قال لك tan ثيتا 8 اوفر 15. ما هو التاني يا جماعه اوبوزيت اوفر ادجيسنت، يعني المفروض ده ريشيو 8 المفروض ده ريشيو 15. Then the length of the projection of AB on the plane. طبعا لو حضرتك عارف projection ال AB on the plane بيبقى اللي هو كأنه ال BC ده، يعني هيقع فين على البلين. فكده كده ال B وقع على البلين، ال A لما تقع perpendicular على البلين تبقى C، فأنا عايز ال BC. طب بالراحة قوي، هو اداك ريشيو 8 وهي في الأصل 16 سنتيمتر، يعني معمولة باي 2، يبقى لما تبقى ريشيو 15 اعملها باي 2 تبقى في الاصل 30 سنتيمتر. طب 48 يا شباب، if measure of the angle between the straight line ده والبلين ده equal 30. حلو قوي يا مستر، هات لي ال A where A belongs to Z. احنا متفقين يا شباب الراجل لما اداك الانجل between line او اللاين ده والبلين ده هو يقصد الانجل دي اللي هي ب 30. احنا الرول بتاعنا بيكون بالانجل دي اللي ما بين الدي والان. فانت اول حاجه هات لي الانجل دي 90 عشان دي كلها بيربنديكولار، ماينس 30 تبقى 60. الرول بتقول كوزاين ثيتا اللي هي 60 مش 30 ايكوالز، يلا بقى نفتكر مع بعض كده رول الانجل بتوين لاين اند ا بلين. ابسوليوت فاليو دي دوت ان، ادي الدي 2 ونيجاتيف 1 واي عشان فوق كل الواي والزد والاكس ب 1، الN 3 و2 و1، دي دوت N تبقى 2 تايم 3 ب 6، نيجاتيف 1 تايم 2 ادي كده بنيجاتيف 2، 6 ماينس 2 4، بلس A تايم 1 ب A، كل ده اوفر نورم D اللي هو 2 باور 2 بلس 1 باور 2 ادي 5 بلس A باور 2 ما اعرفهاش بقت 5 بلس A سكوير. في نورم ال N 3 باور 2 سكوير روت 3 باور 2 بلس 2 باور 2 بلس 1 باور 2 طلع 14. ابدا اشتغل الجبر بقى يا جماعه بالراحه بقى معايا. كوزاين 60 بهاف، ابسوليوت 4 بلس A هسيبها دلوقتي، روت في روت باخد روت واحده واعمل ال 14 مره بيضاء ومره بيضاء بقت 14 A سكوير بلس 14 تايم 5 ب 70. نبدا يا شباب نفك بالكروس مالتيبليكيشن، هتعمل لي 2 في الابسوليوت يبقى 2 ابسوليوت ايكوال 1 باي روت يبقى الروت نفسه. يلا نحل ايكويجن، هنمشي السكوير روت الناحيه الثانيه بالباور 2 اللي هو يا جماعه كاني بقول باي سكويرنج بوث سايدز، دي لما تعمل لها سكويرنج بقت 14 اي سكوير بلس 7 اي زي ما هي. هنا يا اما تدخل ال 2 جوه الابسوليوت الاول تضربها في الاثنين بعدين تفك براكت باور 2، يا اما توزع الباور 2 مره على ال 2 مره على البراكت، ما هو ساعتها الابسوليوت يتلغي كانه براكت، ما هي الباور 2 موجوده كده كده هتشيل النيجاتيف. سواء عملت ده او عملت ده هتلاقيها طلع معاك 64 بلس 32 a بلس 4 a باور 2 اللي هو يا شباب الاول في نفسه والثاني في نفسه والاول تايم الثاني تايم 2 و2 باور 2 هتبقى 4 هتتوزع عليهم. هجمع كل ده في ناحيه واحده هتطلع لي 10 a باور 2 اللي هي 14 a سكوير ماينس 4 a سكوير ماينس 32 a بلس 6 ايكوال 0. مود ايكويجن 3 هيطلع لك 2 انسرز، اجابه ديسيمال واجابه هول نمبر. هو قال لي ان ال a belongs to z يعني هول نمبر، يبقى الاجابه اللي كانت طالعه كانت 3، يبقى الانسر الصح يا مستر 3. 49 الراجل جه قال لنا ايه يا جماعه بقى 49؟ The equation of the plane that touches the sphere x square plus y square plus z square and ثواني بس نشيل اللي اتعمل ده. The equation of the plane that touches the sphere x square plus y square plus z square equal 4 and the parallels of the plane xy can be مين في دول؟ يعني هو مش عايز الإجابة محددة، هو بيقول ممكن تطلع مين في دول؟ طب هو بيقول ايه يا جماعه؟ بيقول ان في بلين تاتش السفير يعني كان السفير اهي، وفي بلين تاتش لمسها كده وهو ماشي من بره. And the parallels the xy plane. طب يا جماعه ما دام parallel ل xy plane
اكيد البلين ده اولا اسمه زد ايكوال. طب يا مستر انا عندي هنا زد ايكوال 4 وزد ايكوال 2. طيب يا مستر مش انت عندك البلين تاتش السفير؟ يعني المفروض الديستانس ما بين السنتر بتاعت السفير وما بين البلين البربنديكولار ديستانس تديك الراديوس، وساعتها تبقى هي دي النمبر. طب ما تعالى كده بالراحه نشوف. هنا الاوريجين كام يا شباب؟ 0 0 0 عشان مفيش اكس وواي وزد. الراديوس كنا بنقول سكوير روت ده باور 2 بلس ده باور 2 بلس ده باور 2 بزيرو ماينس دي، ما هي لو دي دخلت جوه تبقى نيجاتيف نيجاتيف 4 اللي هي 4، روت ال 4 طالعه ب 2. طب انت كده حضرتك البوينت دي طلعت الاوريجن والمسافه دي طالعه ب 2، يبقى البلين ده قطع الزد اكسس عند بوينت اسمها 2، يبقى الاجابه الصح زد ايكوال 2. اخر 6 اسئله خلاص معانا يا جماعه. The equation of the plane that touches the sphere D at the point A 2 negative 1 و 2. شوف بصوا يا شباب، اول حاجه هات لي برده السنتر 0 0 0. الراديوس في الحاله بتاعت الزيرو بيبقى على طول سكوير روت النمبر اللي بره ده، طلع ب 3. ادي برده السفير اهي، في بلين عمل تاتش برده ليها بس تاتش في بوينت اسمها 2 ونيجاتيف 1 و 2، وانت الاوريجن هنا 0 و 0 و 0 والمسافه دي اللي هو الراديوس ب 3. هو عايز ايكويشن البلين اللي بيعدي بالجزء ده. طب هتقول لي يا مستر ما هو ايكويشن البلين المفروض يبقى عندي بوينت على البلين اهي موجوده. طب النورمال فيكتور ما هو الراديوس بيربنديكولار على البلين علشان بيتاتش كانه تانجنت، فالنورمال نعمل ده ماينس ده تبقى 2 ونيجاتيف 1 و2، ده النورمال. طب المفروض نقول ان دوت ار اللي يعني 2 اكس ماينس 1 واي بلس 2 زد ايكوال ان دوت اي. طب ما هي الاي اللي موجوده على البلين هي نفس البوينت، اما اعملها دوت نفسها 2 باي 2 4 نيجاتيف 1 في نيجاتيف 1 ب 1 2 باي 2 4 اجمع تطلع لك 9، يبقى الاجابه الصح هي ايه؟ كويستشن 51. If the point 4 و negative 1 و 3 is the image of the point 2 و 1 و 1 by reflection on the plane on a plane then equation of that plane is A. بصوا يا شباب في plane اهو، في point اسمها 4 و negative 1 و 3، دي الايمج بتاعت point اسمها 2 و 1 و 1 في البلين ده، يبقى مين equation البلين ده؟ انت ببساطه جدا انا هقول لك كذا حاجه. الاثنين دول لما يبقى ايمج او بروجكشن بتبقى بيربنديكولار، وطبعا كده البلين في النص بالظبط، فتقدر تطلع لي الميد بوينت. الميد بوينت 2 بلس 4 ديفايد 2 تبقى 3، 1 بلس نيجاتيف 1 ديفايد 2 تبقى 0، 1 بلس 3 ديفايد 2 تبقى 2. كده عندك بوينت على البلين وعندك اي واحده من الاثنين تقدر تجيب الان، ما هو ده بيربنديكولار، تعمل ده ماينس ده بقى معاك الان ومعاك بوينت اللي هي 3 و 0 و 2، وتقوم قايل لي ان دوت ار ايكوال ان دوت اي. دي يا مستر كده طريقه حلوه جدا. الطريقه الثانيه البوينت اللي انت طلعتها اللي هي 3 و 0 و 2 تعوض في الاربعه، تشوف انهي واحده في الاربعه تنفع. لو عوضنا هنا يا شباب حطينا 3 و 0 و 2، الله طب ما فعلا ده كده يطلع ب 5، يبقى الاجابه على طول هي ايه. لو انت مش عايز تجرب وعايز تعمل ستيبس، ادي الان هتبقى ده ماينس ده والاي هتبقى هي البوينت دي، وتقول لي ان دوت ار ايكوال ان دوت اي تدي لك نفس الاجابه. كويستشن 52. If theta is the measure of the angle that the plane 2x minus 3y plus 6z equals 11 makes with the positive direction of x axis يبقى sin theta equal كام؟ طب سؤال برضه بسيط، هو جاي كانه بيقول لي ان الاكس اكسس عامل انجل مع البلين ده اسمها ثيتا. طب مش احنا رول بيقول ان كوزاين ثيتا مبدئيا نورم دي دوت ان على نورم دي في نورم ان؟ لو انت ركزت
البوزيتيف اكس اكسس الدي بتاعتها 1 و0 و0، الان بتاعت البلين ده 2 ونيجاتيف 3 و6، اوفر نورم دي تطلع روت 1 اللي هي 1 ملتبلاي نورم الان يعني روت 2 باور 2 بلس نيجاتيف 3 في براكت باور 2 بلس 6 باور 2 اللي هي 49. احسب كده هتلاقيها 2 على 7. ارجوك ركز، مين دي؟ مين الثيتا دي؟ ده دي الانجل قلنا اللي ما بين الدي والان. انت بقى عايز اللي ما بين الدي والبلين نفسه، فيبقى انت المفروض تعمل بدل شيفت كوزاين هتبقى شيفت ساين 2 اوفر 7، او احنا كاننا بنقول ان دي ان اللي طالعه دي كوزاين 90 ماينس الثيتا. طب ال 90 تشينج، فيبقى دي اسمها يا مستر ساين ثيتا. هو بيقول لك بقى ساين ثيتا بكام؟ هي فعلا 2 اوفر 7. طب كويستشن 53، الستريت لاين اكس ماينس 2 اوفر 3 ايكوال واي بلس 1 اوفر نيجاتيف 4 ايكوال زد بلس 3 اوفر 5 ميكس انجلز اوف ميجرز ال وام وان وذ اكس واي بلين واي زد بلين اكس زد بلين ريسبكتيفلي، يبقى ساين سكوير بلس ساين سكوير بلس ساين سكوير. هتقول لي يا مستر هو اللي انا اعرفه كوزاين سكوير بلس كوزاين سكوير بلس كوزاين سكوير، لو ثيتا اكس وثيتا واي وثيتا زد تبقى ب 1، لكن ايه يا مستر ساين سكوير دي؟ هقول لك الراجل بيقول لك ان الانجل دي بين البلين بين اللاين بتاعك والاكس واي بلين. طب معناها ايه يا مستر؟ ان هي مع الاكس واي بلين، كان يا شاب عندي لاين هنا كده طالع كده اهو، وده مع الاكس واي بلين، فبتبقى مفروض الزد بيربنديكولار على الاكس واي بلين، فكان الانجل اللي هي ال هي 90 ماينس ثيتا زد، يعني ال دي تبقى 90 ماينس ثيتا زد. طب الام هي مع الواي زد بلين تبقى 90 ماينس ثيتا اكس، طب الان مع الاكس زد بلين يبقى 90 ماينس اكيد ثيتا واي بيربنديكولار على الواي. ال 90 بتشينج فتبقى كوزاين سكوير ثيتا زد بلس كوزاين سكوير ثيتا اكس بلس كوزاين سكوير ثيتا واي اللي هي برضو ايكوال 1، لكن الراجل بيحاول يضحك عليك. اخر سؤالين يا جماعه نبقى خلصنا الاكسرسايز كله. 54 بيقول if the plane 2x minus y plus 2z equal 6 touches surface of the sphere ده then the equation of the straight line passing through the center of the sphere and the point of tangency. plane برضو touch sphere، هو عايز equation البلين اللي معدي بالسنتر بتاعت السفير والpoint of tangency يعني البلين ده. طب مبدئيا قلنا لما يديك ده طلع لي السنتر والradius الاول، هنا في x y وz يبقى over negative 2 over negative 2 over negative 2، بقت السنتر 2 و 1 احسب ورايا و negative 3. اما الراديوس قلنا بنقول ان الراديوس ايكوال سكوير روت اللي طلعوا باور 2 باور 2 ب 4 1 باور 2 ب 1 نيجاتيف 3 في براكت او من غير النيجاتيف 3 باور 2 ب 9 المفروض ماينس دي اللي هي 5 هتطلع سكوير روت 9 اللي هي 3 يبقى الراديوس ب 3. واداني ان البلين اسمه 2x ماينس y بلس 2z ايكوال 6، استفيد منه ايه يا مستر؟ استفيد منه الان، ما هو الان كده 2 ونيجاتيف 1 و 2. انا عايز ايكويشن البلين ده او اللاين ده. طب مش يا شباب ايكويشن اللاين بتقول r equal a plus td، ال a هي اي بوينت على اللاين جبناها اهو يا مستر 2 و1 ونيجاتيف 3 plus td. طب مين ال d؟ هتقول لي يا مستر الدايركشن فيكتور، هقول لك يا باشا ما احنا قايلين اللاين اللي يعدي بسنتر السفير والبوينت اوف تانجنسي كده يبقى بيربنديكولار على البلين يعني بارلل للدي، عشان قلنا كانه تانجنت وراديوس، فده بيربنديكولار وده بيربنديكولار، الدي كده والان يبقى نفس الدايركشن فيكتور اللي هو برضه 2 ونيجاتيف 1 و2، يبقى الانسر الصح هي ايه؟ طب اخر كويستشن جاي بيقول لي if the plane BCX plus ACY plus ABZ equal ABC intercepts the coordinate axes at the point K وN وM respectively.
and the plane ده intercepts the coordinate axes k dash n dash m. بيسأل عن البيراميد m k n k dash n dash is a. طب ركز بقى، طبعا اداك ال a وال b وال c positive real numbers. اولا عشان نعرف القصه بتاعت الانترسبتد بارتس قلنا لازم نخلي ناحيه اليمين 1، فهنا لازم اعمل اوفر اي بي سي السؤال كله، اوفر اي بي سي اوفر اي بي سي اوفر اي بي سي. طيب البي سي مع البي سي بقى اسمها اكس اوفر اي، الاي سي مع الاي سي بقى اسمها واي اوفر بي، الاي بي مع الاي بي اسمها زد اوفر سي، اي بي سي على اي بي سي ب 1. نفس القصه مع البلين الثاني divided negative ABC على 3 عشان تبقى positive 1. ABC divided negative ABC هنا هيتبقى X على negative A أو negative X على A، هنا هيتبقى Y over negative B أو برضو negative Y على B. طب هنا بقى هيتبقى negative على negative ب positive عادي، Z على C زي ما هي وكل ده equal 1. فأنت كده بقى عندك يا جماعة، خلي بالك من اللي هيتقال ده، بقى عندك البيراميد اللي بيقول عليه قطع الاكس اكسس في بوينت اسمها ايه؟ يعني لو عملنا ادي اكس بوزيتيف واي بوزيتيف زد بوزيتيف، هنا اكس نيجاتيف نغير اللون بس، هنا اكس نيجاتيف هنا واي نيجاتيف هنا زد نيجاتيف لتحت. فالراجل جه قال لك كده انت قطعت البوزيتيف اكس عند الاي والاكس تاني عند نيجاتيف اي، الواي نفس الكلام واحدة عند البي واحدة عند النيجاتيف بي، لكن الزد هي واحدة بس اللي هي السي. هو بقى بيقول لك البيراميد ده كده كده كده، البيراميد اللي طلع ده هو ايه؟ رايت بيراميد، ريجولار كوادريلاترال بيراميد، رايت تريانجولار بيراميد، ريجولار تريانجولار بيراميد. طبعا اولا هو مش تريانجولار بيراميد، هو تحت اهو في اربعه. طب هل الاي والبي ايكوال لبعض؟ لو ايكوال لبعض نقول ريجولار كوادريلاترال يعني سكوير. ده قال لي يا مستر الاي نوت ايكوال بي. طب هل السي اللي هو الهايت بتاعي يعتبر فوق السنتر الجيومتريكال سنتر للبيراميد دايركت بيربنديكولار عليه؟ يا مستر، يبقى الاختيار الصح هو رايت بيراميد. اتمنى يا جماعه نبقى استفدنا من الاسئله دي، طبعا اسئله كانت كتير شويه، في حاجات اديناها حقها وفي حاجات قلناها بسرعه عشان بتبقى سهله وبالتجربه والكلام ده. نتمنى يبقى ربنا يوفقنا، مفيش حاجه بسبب السرعه شويه اتلخبطنا فيها، نبقى استفدنا من القصه بتاعت السوليد عشان نقفلها بقى تماما ونشوف الحاجه اللي بعدها. بالتوفيق يا شباب، السلام عليكم.